رمضان خالي مدير اداره السياسات الصحيه بمكتب رئاسه مجلس الوزراء. يسرني ان ارحب بكم في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي واشكر حضوركم ومشاركتكم لنا لهذه الجلسه. جلسه اليوم مستقبل الابتكار في القطاع الصحي هي الجلسه الثالثه من جلسات حوار الابتكار التي ينظمها المركز. نستعرض خلالها تجارب وخبرات اماراتيه متميزه في هذا القطاع الحيوي الذي يلامس حياة الناس وصحة المجتمع مباشرة. سوف تسلط الجلسة الضوء على أحدث الابتكارات الطبية في الإمارات، ونفتح خلال المجال لتبادل الخبرات بين الأطباء والمهتمين بتعزيز الابتكار في القطاع الصحي. يسرنا أن نستضيف في هذه الجلسة نخبة من المستمعين والخبراء الإماراتيين في مجال الابتكار الصحي، وهم البروفيسور علي النقبي مخترع الكبد الصناعي الحاصل على براءة الاختراع، والدكتور عارف البنياني اول طبيب اماراتي يجري عمليه قسطره باستخدام الرجل الالي، والمهندسه ريم المرزوقي مخترعه سياره تدون احتياجها الخاصه. ويسرني دعوه الدكتور صقر المعلم المدير التنفيذي المساعد للمستشفى القاسمي لاداره هذه الجلسه، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وفي البدايه نرحبكم اخواني، وطبعا جلسه الحوار بتكون عن مستقبل الابتكار في القطاع الحكومي. في البداية أحب ضيوفنا، أنا البروفيسور الدكتور أي عبد الله النقبي، يعد من الشخصيات الإماراتية الذين حققوا إنجازات علمية وطبية ملموسة، كونه أول إماراتي حصل على درجة الزمالة من جامعة هارفارد، وصاحب براءة اختراع أول كبد صناعي ذو ثلاث براءات للألياف المجوفة. يشغل حاليا منصب أمين مساعد بالإنابة ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث حاز على درجة البكالوريوس بالهندسة الحيوية والأعضاء الصناعية عام 99، يعتبر أول إماراتي يحمل درجة البكالوريوس في هذا المجال. وصل دراسته وحصل على درجة الماجستير في عام 2000، ثم درجة الدكتوراه في تخصص الأعضاء الصناعية من اسكتلندا في المملكة المتحدة في 2005، ثم حصل على درجة الزمالة العلمية من جامعة هارفارد في بوسطن 2009. ضيفتنا الثانية مهندسة ريم المرزوقي، مهندسة معمارية تخرجت من جامعة الإمارات العربية المتحدة، حائزة على شهادة اعتماد تدريب من شركة أبو ظبي للخدمات العامة المساندة. أهم توجهاتها تطوير المشاريع والأفكار بصورة تخدم المعاقين واقتصاد الدولة. تعمل حاليا في نادي دبي للمعاقين، وقد قامت بتسجيل دولة الإمارات مرتين في موسوعة جينيس في مجالين مختلفين، كما أنها تعمل على تجارب ومشاريع بصورة فردية لتطوير أساليب وطرق السلام والأمانة في إدارة السيارات. شاركت مشاريع في العديد من المسابقات والفعاليات داخل الدولة وخارجها. ضيفنا الثالث الدكتور عارف المولاني، استشاري أمراض القلب ورئيس قسم أمراض القلب والمدير التنفيذي في مستشفى القاسمي للشارقة. خرج الدكتور عارف من كلية الطب والعلوم الطبية من ألمانيا، ثم حصل على شهادة البورد الألماني في الأمراض الباطنية والبورد الألماني لأمراض القلب والأوعية الدموية. دكتور عارف خبير في جميع تداخلات القلب، ولديه خبره كبيره وواسعه في تداخلات الدعامات التاجيه وتداخلات الاوعيه الدمويه الطرفيه وعلاج امراض القلب الهيكلي. حصل الدكتور عارف على ميداليه فخر الامارات ضمن برنامج الشيخ خليفه للتميز الحكومي، وحصل على جائزه الشيخ حمدان للتميز في الخدمات الطبيه. يطمح حاليا في تطوير تقنيات علاجيه جديده ومشاركه بها في المحافل الدوليه. قد انشأ الدكتور عارف وحدة أمراض القلب في مستشفى القاسمي، حيث تم معالجة ما يقارب عن 10,000 حالة، بما في ذلك تصوير القلب التاجي التشخيصي والتداخلات التاجية. اللي بيصير طبعا الحين بناخذ ضيف، وبعد الحوار والنقاش بيكون عندنا 20 دقيقة تقريبا إذا في عندكم أسئلة. فمستر آلان، if we can start with the first video. دكتور علي عبد الله النقبي، استاذ مشارك كلية الهندسة جامعة الإمارات العربية المتحدة. مجال عملي التدريس والبحوث في الهندسة الحيوية والكبد الصناعي، بالإضافة إلى خدمة المجتمع. اختراعي هو الكبد الصناعي. يتميز هذا الاختراع عن أجهزة الكبد الصناعي بوجود ثلاث غرف. إحدى هذه الغرف للأكسجين لتغذية الخلايا الموجودة داخل الكبد الصناعي حتى تعمل لفترة طويلة. يوجد تطبيقان، تطبيق طبي وتطبيق صناعي. تطبيق الطبي هو لعلاج مرضى
المواد التجارية في القطاع الطبي هو تقليل تكلفة نقل الأعضاء للمرضى، وفي القطاع الصناعي هو إنتاج معدل بروتينات بشكل أكبر بوقت أقل. أبرز القطاعات التي تستفيد من اختراع الكبد الصناعي للثلاث غرف: القطاع الطبي في مجال المستشفيات وأمراض الكلى وأمراض الكبد، القطاع الصناعي في إنتاج البروتينات وإنتاج الأدوية، وفي القطاع الأكاديمي في البحوث. الحمد لله حصلنا على براءة اختراع من بريطانيا، ونسعى للحصول على براءة اختراع من أمريكا واليابان. عملنا تجارب مبدئية على النموذج المبدئي للكبد الثلاث غرف، الكبد الصناعي للثلاث غرف، ونسعى للحصول على الموارد المالية والبشرية لتطوير الكبد الصناعي للثلاث غرف. اختراع الكبد الصناعي للثلاث غرف عملنا على تجارب في هارفارد على خلايا الكلى، ونتائج كانت طيبة ومبشرة، وعملنا على CHO في UCT في أيرلند، ونتائج كانت مبشرة، فالمجال الأكاديمي تعاونه كان جدا ممتاز. الآن نسعى لتوصيله إلى السوق والصناعات، فنحتاج إلى شركات صناعية مثل سيرس باي ميديكال في أمريكا، ومارس موجودة في ألمانيا. دكتور علي، طبعا بعد معانا، وفي البداية شو الفرق بينه وبين الكبد الصناعي الموجود حاليا؟ شكرا دكتور سجل على الانترودكشن. هو بروفيسور مشارك في جامعة الإمارات حقيقة، دكتور علي رامي. يختلف بوجود ثلاث غرف الموجود حاليا في غرفتين، تو كومبارتمنتس نسميهم، لوظائف اللي يسعى المريض ان يعني يحمي نفسه فيها. فالغرف هذه نحط فيها الاكسجين على خلايا الكبد، ونحط فيها البلازما او الدم للمريض داخل الغرفه الثالثه. فالمتميز في الكبد الصناعي هو الغرفه الثالثه اللي فيها اكسجين. الاكسجين هذا ما موجود في الاجهزه الكبد الصناعي الحاليه الموجوده في السوق. زين دكتور، كيف يكون الفكره؟ يعني شو اللي خلاك تبتدي تفكر؟ الفكره حقيقه ازل دراسه. يعني انا مثل ما تفضلت درست في الهندسه الحيويه، وصار لي يعني تقريبا 10 إلى 11 سنة اني حصلت على الدكتوراه في الاعضاء الصناعيه، فدائما كان همي اني شيء جديد. حتى البحوث مالي للدكتوراه كان طالع حاجات قريبه من الكبد الصناعي للثلاث غرف. فهو تقريبا كفكره ليش الكبد الصناعي ما يظل اكثر من شهر او شهرين في جسم الانسان؟ فالسبب كان عدم وجود غرفه خاصه للOCD. فشو السبب ان تكون غرفه خاصه للOCD داخل الكبد الصناعي؟ فجينا بافكار كثيره، حوالي تقريبا 7 أو 8 أفكار، وكلها فيها بروتوتايبس. وفي النهاية الحمد لله حصلنا على البروتوتايب الحقيقي اللي ممكن انه يوفر الاكسجين بكفاءة عالية للخلايا، وتوفر كثير الحمد لله. وعشان تبتدي هذه الفكرة دكتور، احتجت للدعم. كيف حصلت على هذا الدعم؟ يعني هذا معظم الاعضاء بيسألون فيه طبعا. الدعم حقيقة كان مادي ودعم معنوي. الدعم المعنوي هو من اول تخرج من الثانويه وسافرت البعثات، فهذا كان دعم معنوي وكلتشر مختلف في هذه الفتره. نتكلم عن 4 سنين طبعا. الان في 2014 2015 الكلتشر في دول الامارات هو مشابه للكلتشر يعني الابتكاري، فكثير من المتابعين يعني راح يجدهم خلال سنتين فرصة من الكاتشر أصبح كاتشر أو من يخلق المخترع. الدعم المادي الحمد لله، دعم اعتبارات ما قصرت، تي بي سي ما قصرت، حتى يعني وجودنا الآن يعني مع الأخوة ومع هذا هو دعم. حتى التجربة اللي ما بين فيها في أفكار ممكن أن نضعها ونبنيها وكذا، فالدعم الحمد لله كان متواجد. تو الدعم هذا ما وصل. والدعم المادي كيف؟ الدعم المادي حقيقة يعني أولا لتسجيل الاختراع هذا يحتاج دعم مادي كبير، والمراسلات بين المحامين وبين شركات براءة الاختراع وبين مكاتب براءة الاختراع تحتاج مبالغ طائلة يعني.
فأوفرنا يعني بجامعة الإمارات. فالدعم كان جامعة الإمارات اللي وفرنا فيه، فكان دعم مادي حقيقة، ويعني حتى لوجستي تعرف إذا كانت عندك ايدي تحتاج طويل إنك تضع الايدي هذه في ورقة المجتمع يفهمها أو مكاتب الاختراع يفهمونها. فنحن كدكاترة صعب جدا إنك كلها نقاط علمية، النقاط العلمية صعب إنك تضعها ويفهمونها مكاتب الاختراع. فكان الدعم من هالنقطة يعني مكتب الاختراع للرجال في مرات ما كانوا يقصروا دي زي حقيقة اللي هو اللي شفتوه الفيلم كان من الدي دي سي، لان على اساس بس يدخلون العنصر المواطن في قضيه الابتكار. فكان دعم حقيقي وما زال الدعم يعني حتى كل ما نمر عليهم او يشوفوا او يشوفونا يتوقعون الكثير، ونحن حقيقه عندنا الكثير وراح نعمل ان شاء الله الكثير ومنشوفكم بخير ان شاء الله في شيء جديد، يعني فكره افضل من هالفكره ان شاء الله، ويمكن نحصل لنا يمكن السنه الجايه او اللي بعدها على حاجة طيبة ونعود عليكم بإذن الله كتب لنا التوفيق إن شاء الله. والدكتور طبعا في سؤال كل يخطر يعني في بالك إنه يعني هو اللي هو أن الابتكار له هدفين، تسويق مادي ومساعدة للمريض، تعتقد أن يوجد تعارض بين هاي الاثنين؟ يعني فكر في المرض، فكر في المريض، فكر في الاثنين، كيف يكون تفكيركم؟ الدكتور صقر حقيقة يمكن أنا شهادتي مجروحة في لأن الحقيقة يعني نحن كدكاترة أو أكاديميين آخر شيء نفكر فيه هو المادة، يعني حتى بسبب عدم تفكيرنا في المادة نحن في الجامعة. فهذه نقطة. النقطة الثانية يعني إذا أنا أتكلم عن اختراع الكبد الصناعي تقريبا حوالي في 50 مليون يعني وفيات عالمية خلال العشرين سنة الماضية، أو نتكلم عن حتى في الإمارات العربية المتحدة نتكلم عن ما لا يقل عن 200 إلى 300 مليون، هذا بس لغسيل الكلى اللي هي يعني الكبد مصاحبة للكلى هذه. فهو أتصور أن حالة إنسانية أكثر من أنها حالة مادية، فالهدف ما يكون المادة لكن ممكن أن النتيجة احنا نسميه في الكوميرشاليزيشن. فهذا يعني دور المكاتب اللي احنا ننتمي لها، يعني مثلا في جامعه الامارات يعملون جاهدين انهم ينقلون اي اختراع. احنا تقريبا نحو 64 اختراع توصل يعني خلال الاربع سنوات الماضيه، فيعملون جاهدين ان ينقلوا هذا براءات الاختراع الى السوق كوميرشاليزيشن، حتى يسيبوا من الجامعه ويستفيدوا من الدكاتره ويعملون انكاجمنت حق الدكاتره الثانيين. والحمد لله نجحوا في أكثر من اختراعات، الحمد لله، وبالغ يعني لمدة 10 إلى 12 سنة يعني، وسمعتهم في الإعلام يعني تقريبا. فممكن إنه يكون نتيجة لكن ما أتوقع إنه يكون، لكن في تعارض ما أتصور إنه يكون في تعارض. دكتور بس سؤال عام، إذا يعني مجالات صحية كثير، فكيف تختار المجال اللي ممكن واحد يتكلم فيه؟ هذا سؤال كنت دكتور. شوف دكتور، أنا لأني تخصصي في الهندسة الحيوية، أنا دائما يعني حتى أسعى للبرامج الجديدة اللي فيها لينك واللي فيها هايبريد أو اللي فيها دمج، يعني هندسة طبية إلكترونيكس مع طبية أو حاجة فيها مثل الهايبريد كارز اللي هو غاز وهجينية. وأتوقع أن يعني إذا كان المستقبل فالمستقبل وجه نظري بيكون بشيء هجيني، يعني هذا الإنسان يكون أكثر من تخصص في خلال البكالوريوس فلما يطلع. فاللي ساعدني حقيقة هو الهندسة الحيوية، لأن تدرس عن الإنسان ووظائف الإنسان والأنتم الإنسان، وفي وقت في نفس الوقت تدرس كل النظريات الهندسية والعلمية، تدرس هذا الثنتين تطلع بخامة طيبة. وهذا المنتجين فيها يعني جامعة الإمارات عندنا كثير من الاختراعات، خلال بس السنة الماضية تقريبا 6 اختراعات جديدة هايبريد الكترونكس، يعني something new، يعني الدي ان اي فرضا احنا ما متعودين على ان في دايجنوزس معين حق السيكونسز حق الدي ان اي. جامعة الإمارات is coming out with something very quick very easy، لان في باور، احنا we know there is power. So once we break this power we get the DNA sequences. This is new to us.
بعد ما اشتغلت والالكترونكس وكلية الطب مع بعض يوم نكمل درس. فأتوقع أن الشركة هي أتصور أنها مستقبل. والعقلية الحين بعد بدأت تتجه للكارل راحوا الشيء الجديد اللي ممكن يساعد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا راح نستعرض الحين بالفيديو دقيقتين دكتور عارف النورياني مستشفى القاسمي. هذا يعتبر نموذج لغرفة العمليات، حيث تم تزويد مستشفى القاسمي بنظامين آليين جراحية وقل القسطرة. هذه حاليا تستعرض عملية جراحية اللي عبارة عن 4 أذرع تتحرك بشكل من بعيد عن طريق الطبيب اللي يجلس المقصورة بشكل منفصل بدون ملابس التعقيم. ربما نتخيل ان الجهاز ضخم ومسوين يمكن يعني شق كبير في الجسم او كذا، ولكن لنا نتخيل ان الفتحه لا تتجاوز السنتي والنص او سنتيمتر ونص. الان الغرفه الاخرى هي غرفه القسطره، وحده القسطره ايضا نعرض نموذج تصويري حيث المريض يستلقي على هذه الطاوله. وعادة الدكتور اللي يتحكم بالأسلاك والقصاطر في العلبة هذه حاليا هي للدور أو تقوم بدور الطبيب بحقن ودفع الأسلاك، والطبيب يجلس على هذا الكرسي في هذه المقصورة يعني مسافة 4 متر. ممكن حاليا نبحث أن يكون يجلس حتى خارج الغرفة غرفة العمليات. هذه نلاحظ هنا كيفية وضع القصاطر في العلبة اللي يسمونها الكاسيت، وبالتالي يبتعد الطبيب بعد وضع الأسلاك المطلوبة والقساطر المطلوبة ويجلس في المقصورة دون أن يكون لابس اللبس المعروف أثناء عمليات القسطرة الباقي اللي أحيانا يزن 10 أو 15 كيلو. لأننا نعرف أن الأطباء يعانون من مشاكل كثيرة صحية أيضا من هذا الأمر، فالطبيب يكون قاعد بشكل مرتاح. هذا يبين يمكن إجراء عملية بسيطة لتضيق في شريان تاجي بزراعة دعامة فيها الجزئية بشكل أدق من العملية الطبيعية اللي الناس متعودين يجرونها عن طريق الإنسان. الدقة تصل إلى مليمتر، يعني ممكن نقدم أو نأخر الدعامية بكل مللي، عكس الإيد. أحيانا الإيد البشرية غير قادرة على السيطرة بهالدقة. هذا نفس الأمر أيضا في الجراحة، الدقة المتناهية وطريقة لوي المعصم أثناء الإجراء. العملية الجراحية عملية حساسة قد تؤثر على النتائج وصحة المريض. شكرا. طبعا دكتور عارف أخ ورفيق تدرب. دكتور عارف لو تشرح لنا شوية شو كيف وصلت لهذه الفكرة، شو المعوقات اللي واجهتك عشان توصل لهذه الفكرة؟ طبعا قبل ما ابدا احب اشكر اول شيء فريق العمل برئاسه الدكتور فوزان والفريق دبر الجلسه الحواريه وادارها، وخوش اول شيء غريب يعني مركز الشيخ محمد بن راشد يدل على المغزى. هذا الشيء لنا الشرف كلنا اعتقد اني وجودنا اليوم في الجلسه. طبعا الفكره جت مثل اي انسان عادي ممكن يمر بيومياته باشياء بامور يلتقط بعض الافكار، يعني الافكار هاي ممكن تكون من مصدر الانترنت، ممكن يكون من صديق، ممكن على غداء على عشاء، ممكن في مؤتمر. وهذا بالفعل اللي صار، يعني اثناء بحث الانترنت واجهت اسم كتب كعرض صوره للجهاز. نبدا بجهازي طبعا قلنا نظامين، نظام القسطره. هذا الموضوع شفته في 2004 بالانترنت اثناء بحثي العادي يعني الدوري، شفت الصوره وسالت، كانوا بنيويورك وكان الموضوع مثل تحدي، واتصلت يعني بصفه شخصيه مع شخص قال لي والله العمليه تكلف 100,000 دولار العمليه وحده تشخيصيه. طبعا مبلغ خيالي كان بخصوص عمليه قسطره تكلف 500 دولار، انا اتكلم عن 100,000 لكل مريض. وبعد البداية يعني قلت الموضوع هذا يحتاج شوية صبر، أصلاً هو كان في طور التجارب يعني ما أخذ FDA ما أخذ كذا، ففي حتى في ملاحظات على صحة المريض خطورة في إجراء تجارب أو شيء من هذا القبيل.
إلا أن تابعت الموضوع، يعني قلت بأخذ الموضوع المشروع يتأجل سنتين ثلاث ونشوف نتابع من بعد. وفعلاً في سنتين كنا في مؤتمر في سان فرانسيسكو وشفت الجهاز معروض في المعرض، وكان لأول مرة يعرض الجهاز إن إحنا أخذنا الـ FDA على الجهاز وراح يكون كذا. فسألت قلت له ممكن أجرب على الجهاز؟ قال لي تفضل. قعد شفت الموضوع فعلاً شيء ممكن القيام به. سألت عن سعره قال لي إحنا ما نصدر، إحنا لينا حين مسوين 17 وحدة منها في أمريكا، والعملية هذه غير قابلة للتصدير حالياً، إحنا ما ننظر لهذا الموضوع. فقلت له ما عليك فيها شيء، يعني إحنا دولة وين دولة الإمارات؟ قلت هناك كالعادة يعني، لكن أحياناً معها طبعاً يدل على جهل وليس تقليلاً شلون دولة الحمد لله رب العالمين معروفين. وبالتالي قال أوكي خلنا نشوف هذا إيميل. تواصلت معهم ورفضوا من الجهة العليا، رفضوا تصدير الجهاز، قالوا لا نحن ما بنطرش الشرق الأوسط حالياً ليس. ولجأت لبعض القطاع الخاص مثل ما ذكر يمكن البروفيسور الذي ذكر أحيانا شراكة مع القطاع الخاص إذا نلعب دور، فحاولت أستغل بعض الاتصالات مع الشركات. المهم رفض رفض رفض، حاولت من أكثر من طريقة، في النهاية وافقوا ولكن بشروط تعجيزية، بتحويل مبلغ فوري في خلال أسبوع. يعني تحس أن كان فعلا تعجيز، يعني نحن نتكلم عن الحكومة أي مشروع في تحدي، في تحدي في الميزانية، في تحدي في الإجراءات. نحن تعيين موظف أحيانا يستغرق 6 شهور، فما بالك بجهاز يكلف ملايين عند طبيب موظف. ولكن وجود الدعم، وجود المرونة اللي لقيت بصراحة من معالي وزير الصحة رحمه العويس والفريق المؤسسي، شيء دعم لا محدود صراحة. وأنا أحيي من هالمنبر فعلا الجماعة في وزارة الصحة على الدعم اللي قبلت فيه، والجهاز وصل بالفعل في خلال 48 ساعة كان متركب، والمبلغ تحول في خلال هالفترة. وبدأنا أول عملية في شهر 6. هذه كانت معوقات تحديات كثيرة مرينا فيها على مدى حوالي 9 شهور. بس طبعا أرجع وأقول التقدير الكامل إجا من القمة الحكومية واسمه الشيخ سيد منصور بن زايد، يعني وضع وطرح المشروع القمة الحكومية كان لأكبر الأثر في إبراز أهمية هذا المشروع، الأمر اللي أثر في صدر كل واحد فينا صراحة كمواطنين كمؤسسة كأطباء. فهذا الشيء يشكرون عليه بصراحة ومو غريب على شيء. دكتور عبد، هاي مرحلة تعلم، فلو كن لو في الوقت الحالي لو ترجع لورا شوي، شو الدروس اللي تعلمت؟ هو شيء ما في شيء اسمه مستحيل، طالما في شيء أنا ممكن أوصله معناته يحتاج إصرار وعزيمة، يحتاج عدم الاستسلام. كان ممكن ببساطة من أول محاولة ورفض من CEO على الشركة خلاص هذي، ولكن الإصرار مهم جدا. البحث عن الجديد أيضا يكون دائما الإنسان ينظر إلى ما حوله بنظرة باحثة وليست بنظرة استهلاكية ونظرة استنساخية، ولكن البحث عن كل ما هو جديد وربما تطوير هذا الأمر. الحين يعني وايد ناس يفكرون ممكن يقولون مثلاً هاي الابتكارات ممكن تحل محل الدكاترة والتنين وكل شيء مثلاً أوتوميتد. تقريبا الصورة سؤال مصغر من صورة سمو الشيخ منصور في الزايد. أيضا فيها نوع من الصعوبة. الإجابة أول شيء ما في شيء يغني عن الإنسان، نحن ندير الكمبيوتر ونحن نشغل الأشياء هذه كلها، بدون الأشياء ما لها قيمة. وجود الإنسان والطاقة البشرية أساسي، شيء لا يمكن الاستغناء عنه. إنما كيفية استغلال الطاقة البشرية بالشكل الأمثل والشكل الأفضل ما يفيد المجتمع ويفيد مرضى أو آخرين، هو هذا السؤال وليس الإحلال. الإحلال غير موجود، أنا ما أعتقد في لا منظور قريب ولا منظور بعيد، إحلال غير وارد. والسؤال الثاني التكريم في الصحة، هل يعني لازم يكونون فنيين ولا أطباء إلى أي شخص؟ أنا أعتقد باحترام شديد الابتكار ما له مهم، ما له مهنة، ما له تخصص. الابتكار ممكن أي إنسان في مكان عمل يكون مبتكر ومبدع، مو ضروري يكون مبتكر بس ممكن يكون مبدع بس يكون يقوم بعمل بأداء مثالي. فالابتكار في شيء في الإنسان،
اعتقد ان حتى في من موقف انا احيي الاخوان الاخوات الدبلان اليوم بسرعه لي الاخترين يعني مع اختلاف التخصصات عندنا امثله موجوده ولكن كل واحد فيهم برز بامكانه بفكره معينه فالافكار موجوده تحتاج من اصلا يستغلها ويكفلها مثل ما تناقشنا قبل قلنا حتى الفراش ممكن يكون مبتكر بطريقه فكل شخص ممكن يكون مبتكر اذا كنت عارف شو هي الخطوه الثانيه المواصلة لا يوجد سقف للطموح لا يوجد سقف للأحلام أعتقد الإنسان التجديد مطلوب في الحياة نحن كأطباء أنا أعطيك مثال نحن كأطباء القسطرة أو الغير نشعر بالملل بعد فترة وهذا شيء طبيعي كل إنسان روتين يقتل في الإنسان موهبة يقتل في الإنسان العطاء يقتل في الإنسان أشياء كثيرة فالاستمرار للتطلع في ما هو جديد في تفاؤل في نظرة للنجاح أكبر في أشياء كثيرة مفتوحة أمامنا أعتقد الفرص أمامنا أضعاف 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 اللي إحنا استغليناها لنحين إحنا ما استغلينا شيء وأعتقد إن شاء الله بدعم الحكومة والطريقة اللي إحنا ماشيين النهج الحكومي حاليا بالتوجه في الابتكار ونحن نكون في المقدمة وليس كنا نتكلم شوي نكون مستهلكين فقط نتبع الدول الأخرى إنما نكون في الأمام ليش نحن دائما نكون بس نحن بحاجة لدعم أكثر مثل ما ذكرنا أيضا مراكز أبحاث أكثر نحتاج لدعم في وضع البنية التحتية والموارد البشرية ذو كفاءة يجب وضع خطة لتكوين جيل جديد من المواطنين في هالمجال في الأبحاث كذا لأن هالأمور ما راح تيجي في يوم وليلة تحتاج سنين وأنا يعني صراحة شفت صورة سمو الشيخ محمد راشد اليومين في الجريدة أمام صورة نوبل جائزة نوبل كان يشجع وصلنا يعني طموح سمو الشيخ ما له حدود وجود أمام صورة نوبل أنا متأكد يعني جاب بالي ندور في بالي متى أشوف مواطن يحصل على جائزة نوبل وأعتقد أن هذا الهدف موجود نحن موجودين إن شاء الله في مصر الشيء غير شكرا دكتور عارف مستر علي كان وي شو ذا ثيرد فيديو بليز My invention is about a vehicle which can be driven only by foot. Usually, people before me deal with blind people and people who have a problem with their foot, but me, I deal with people who have a problem with their arms. First thing I have vehicle which can be driven only by foot. Usually people before me deal with blind people and people who have a problem with their foot, but me, I deal with people who have a problem with their arms. First thing I had to have is a prototype of the project, and this was a big challenge for me since I'm studying architectural engineering. I asked my two colleagues to help me since they are studying mechanical engineering, and they helped me to have this final prototype. First you have to push the brake pedal and then push the start button. After that, the machine will be run automatically. You can change the gear using your feet. It's an automatic gear. Then you can steer the steering by just adjusting your feet, and it's very smooth and easy. I got the inspiration of this idea from an American pilot. She's an armless pilot, and I noticed that it's easier for her to fly a plane than driving a car. I noticed the difference between the two mechanisms, and I combined them to have this final design. I think without a camera program, this invention would just stay in papers and garage. That's it. مهندس ريم طبعا مهندس ريم طبعا اول سؤال استقبالي ليش فكرت بهذه الفكره؟ في البدايه احب اشكر الحكومه على هالفرصه يعني انا واحده من طالبات
محظوظات يعني اني انا باعتبار سن صغير opportunities قدامي انفتحت على عكس دول ثانية. الفكرة الفكرة يبني ان انا كان عندي كورس اول ما تخصص الهندسة نحن ناخذ جنرال كورس مثل requirements لكل الكليات في الهندسة. فكان في كان في كورس عن الأبكس والديزاين إن شو القواعد اللي إحنا نلتزم فيها أثناء تصميم أو إعادة تصميم شيء. وعن طريق خطأ بسيط أنا فهمت إن الدكتور يبانا نسوي بروجكت نحن نجيب المنتج من السوق ونحن نعدل عليه. فا by mistake I did it as an architect student دخلت في مجال مش مجالي. I discovered how innovations can be available, can be easy for anyone. I didn't get يعني a really nice يعني result at that time, but with more efforts وتشجيع الجامعة, I end up having this. أنا لما سويت الاختراع ما كنت أعرف at that time what's the meaning of invention. ما كنت أعرف يعني شو يعني نحن نسجل فكرة كبارات اختراع. الجامعة هي اللي يعني عرفتني وحطتني في المجال. مهندسة يعني البيئة، نتكلم عن البيئة، هل الاختراعات هاي والابتكارات مرتبطة بي يعني هذه بيئة مثلا بيئة مستشفى، بيئة جامعة، بيئة مؤتمرات، هل هي مرتبطة بي ولا الاختراع ممكن يكون من أي بيئة؟ في مثل يقول حاجة من الاختراع، أنا عندي مثل ما تواجهت المشكلة يعني wherever the place عادي. We can have an innovation here. بغض النظر عن البيئة، عن الشخص، عن المشكلة نفسها. كل مشكلة يبغى لها innovation. فأنا أحس إنه هي مشاكل بشكل عام. هي الشخص نفسه إذا هو يبغى يسوي شيء. بس طبعاً لازم يكون يعني أعتقد أن أي كان لازم يكون هناك معلم ولا قدوة للابتكار. فرأيك من هو المعلم؟ المعلم يعني أنا يعني بديت الاختراع كان في حد ذكره مثلاً يعلمك درسك أكيد البروفيسور درسني في الجامعة هو اللي مبيني أصلاً قال لي هاي فكرة جديدة يمكن تجسرت. طبعاً الدكاترة في الجامعة يعني هم دائماً هم بدات الشرارة بس مهم بعد إنه برا الجامعة في حياتنا نحن نشوف ناس إنهم فعلاً معلمين خاصةً الناس اللي هم بدوا من السكراتش بروحهم وصلوا ل يعني achievements. هذه اللي أحس إنه فعلاً أمثلة الواحد يتبع بها. إذا بالنسبة للاختراعات شو هي المعوقات اللي صارت فيها؟ أول شيء مش مجالي. كان بعدين أنا ممكن من المجتهدين وايد في الدراسة. فكان موضوع إن أنا أطلع باختراع الكلمة كبيرة. أنا ممكن تعرف أيامها يعني إن أي حد ممكن يكون مخترع. كنت أستحي أقولهم، كنت أقول لي أنا عندي اقتراح. فبعدين مش مجالي، أنا طالبة معماري ومش ميولي بنت وسيارات وأنجنز وشي. كان شوي في معوقات بس صراحة يعني دائما ألقى فيه سبورت و يعني سواء كان من الجامعة من الأهل الناس اللي حواليني إن كان دعم لبعد الحدود. الحمد لله كانت النتيجة يعني. والابتكار هذا شو أهمية للمجتمع اللي تكلمنا عنه؟ هو أولاً إنه فتح باب يعني للفئة المعاقين اللي هم فاقدين الأطراف العلمية. عادةً نحن عندنا أغلب الحالات فاقد أحد الأطراف. فنغير الستيرنج من الأيمن للأيسر أو العكس. لكن كون الشخص اللي مثلاً مبتور الإيدين أو مولد بمشكلة في الطرفين هذه تعتبر حالات جداً نادرة. وإنه وصلوا للميديا يعني اقترحوا إن نحن نبغى نسوق بعد عددهم وايد محدود. فصدفة إنه يعني أنا فكرت إنه يعني ليش ما أخدم هاي الفئة؟ وفعلاً تفاجأت إنه شبه مهملة الفئة كانت. وبعدين مع برنامج تكامل كان في أحد الستبس نحن نطور الجهاز مش نحن بس نخدم التارجت الأساسي. نحن نطور الجهاز. فهم فكروا إنه كمستخدم غير الفئة اللي أنا استهدفتها في البداية.
موضوع ان الفري هاندنج اللي هنا ممكن يؤدي للمالتي تاسكينج اثناء قياده السيارات. طبعا هذا مش بالنسبه للمركبات اللي في السياره اللي في الطرق العامه، عشان احنا بنكسر السيف والهيلث وايز. بس في بعض المنشآت اللي يستخدمون بعض المركبات يكون يعني تتحكم عن طريق سائقين، فاحنا فكرنا ان احنا ندمجهم كشخص واحد بس. وطبعا يعني في هذا الدرب لازم صار في اشياء خليت مثلا شيء دخلني في هذا الدرب ويعني ترايل اند ايرور، واحد يفشل في شيء وينجح في شيء لين يوصل لمرحله. فشو هي الاشياء اللي يعني خليت شويه تستمرين في هذا الدرب؟ شو المعوقات اللي صادفت اللي قدرت تتوفيها؟ هاي كانت نتيجه رابع تجربه، كان في قبلها ثلاث تجارب فاشله، هذا ما غير التحبيط اللي من بعد يعني ما نسنا تركت. فبس تعرف إن أستخسر الجهد اللي الواحد حطه قبل and you end up having zero effort. أقول أوكي من إحنا خسرانين at least إحنا we get the minimum benefit at least حتى عشان جمع حط وايد effort وشي يعني gave me everything I need. فأقول يعني عشان الواحد يرد جميل أقل في الموضوع يعني. ولازم يكون الواحد شويه حنين عشان اوبتمستك بعد. زي شو الخطوات اللي يعني هم حاليا برنامج تكامل هم بيعملوا انهم ينزلون الاختراع كمنتج في السوق يخدم الفئات اللي سبق ذكرتها. بس انا كشفت يعني انا وايد مرتاحه من هالموضوع ان هم اللي قاعدين يشتغلوا على هالموضوع وتركيني انا بس اني برين ستورم وافكر في اشياء ثانيه جديده. فيما نقول انهم قاعدين يشيلوا من علينا الهم يعني والثقل قاعد يتوزع. هي اصلا تشوف اختراعك يسوقونه مثلا في الشارع حاجه يعني شيء كبير. شكرا للمهندس ريم. عندنا تقريبا في حدود 20 دقيقة أو أقل من 20 دقيقة للأسئلة. إذا في عندكم أي أسئلة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حابب في البداية أشكر الدكتور فواز وفريقه دعوتنا حضور هذه الجلسة والنقاط الثمينة، ونسمع الكلام الجميل من اتفاق مواطنة صراحة الواحد يعتز فيها للأمانة، وسعد جاني شعور بالسعادة للأمانة وبكل حقيقة. حبيت أعرف مسألة الدكتور عبد الهادي الأحبابي من المكتب الصحي في وزارة الشؤون الرئاسية. يا أخوان هذا شيء طيب. إحنا تقريباً في دولة الإمارات بدأنا ببنية تحتية بالنسبة للخدمات الطبية، ووصلنا إلى مستوى واستدامتها وديمومتها والسستينابيلتي هذه فرض ومهم ولا أقل أهمية من البنية التحتية نفسها. والابتكار هذا نعتبره للأمانة شخصيا أنه هو شيء أساسي للسستينابيلتي والاستدامة هذه البنية التحتية، سواء على مستوى الإمارات أو على مستوى محلي. فجزاكم الله خير، شيء طيب وكيف تطبق ما يقولون. الآن يجي دورنا عشان نستفيد بطريقة فشل من الأشياء هذه أو الابتكارات هذه. لازم يا إخواننا نطور موضوع الكوميونيكيشن والتنسيق سواء بيننا كمحلية أو حتى اتحادية. يعني عندنا مستشفياتنا اللي عندنا في المستشفى الشيخ خليفة الإمارات الأخرى سواء من رأس الخيمة سواء السنتر إكسانسي للأونكولوجي أو للكارديولوجي أو للنيوروستاتيك، هذه فيها شدة الحاجة للتنسيق والتعاون مع أخوي علي سوري الدكتور علي ودكتور عابر بني التعريف سواء حتى ريم كإكزامبل كمثال. فوش هي يور بلان أو الأكشن الفعلية سواء بيرسونال أو حتى بروفيشنال بالنسبة للمستقبل القريب بالنسبة لمقترحاتكم؟ كيف نقدر نستفيد من الطريقة الفشل؟ وش بتكون البلان مالك في مرحلة الجاية؟ الله يجزاكم خير. شكرا دكتور عبد الفاضل. نبي نجاوب على هذا السؤال. دكتور عابد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور عابد. اعتقد السؤال وجيه ونحن كنا حتى بس قبل انسى طبعا
ذكر مدراسة رئيس الدولة في الموضوع اللي احنا يمكن ما ذكرت بخصوص الأجهزة اللي زودت فيها مستشفى القاسم. تم تحويل المبلغ صح وتم كل شيء، لكن بدون مدراسة رئيس الدولة الله يحفظها ما كان بيتم شيء في الخير. بالنسبة للتواصل الكوميونيكيشن نقطة مهمة جدا عندنا الحين. طبعا كما هو معروف عندنا أكثر من جهة وهيئة طبية في الدولة، وهذه إشكالية إذا تمت مستمرة على نفس النهج. ربما في البدايات التطوير نعم، ولكن الآن ما شاء الله في منشآت موجودة متوزعة على جميع إمارات الدولة بنفس المستوى أو بشكل متقارب، فكيفية الاستفادة من هالخدمات وعدم تكرارها وهدر الموارد في مسألة التكرار، هذه نقطة مهمة جدا. كنا في لجنة في الوزارة البارحة كنا نبحث عن المؤشر الوطني لأمراض القلب والوفيات، والإشكالية اللي واجهناها قبل ما بدينا في النقاش كيف نجد آلية إحصاء موحد. ما عندنا آلية إحصاء موحد، ما عندنا تعريف موحد، عندنا تعريف إمارة كذا تعريف إمارة كذا، فإذا إحصائياتنا نحن كلنا مبنية على أسس مختلفة. توحيد هالأمور هالمناهج وهالوسائل هي راح توصلنا لهدف منشود اللي هو تخصصي مثلا على سبيل المثال التواصل بين الهيئات على أعلى مستوى، سواء من قائد المؤسسة والقطاعات اللي تحتها. يجب يكون اجتماعات دورية، أعتقد وجهة نظر المتواضعة قد تكون مخطئة، ولكن وجهة نظري التواصل على مستوى المسؤولين لو تم بشكل منتظم وتحت مظلة الحكومة سوف يكون كل واحد فينا في مكتبه متواصل مع المسؤول في المكتب في الجهة الثانية. فاختلاف الهيئات بالعكس راح نستفيد منها أكثر ما نعتبرها سلبية. شكرا. شكرا دكتور عارف. إلى الأسئلة الثانية. شكرا جزيلا. فاطمة الرفاعي من وزارة الصحة. فعلا استمتعنا بالبرزنتيشنز كلها، الله يعطيكم العافية. أنا عندي بس قاعدة أفكر إن إحنا كلنا عندنا أفكار، يعني أفكار يومية، لكن اللي أبقي يعني إذا ممكن تشاركون في قضية كيف أنتوا حولتوا هالفكرة إلى ابتكار، يعني ما هي العوامل الرئيسية غير يعني طرحتوا قضية الاستمرار في البحث والاستمرار في العزيمة، لكن أنا أعتقد إذا الواحد يفكر ما هي الأشياء الرئيسية الأساسية اللي حولت هالفكرة إلى ابتكار تفيدنا كلنا. يعني بعد أني أفكر أقول يعني فعلا هذا الشيء يفيدنا كلنا في قضية لو عرفنا هالخطوات الرئيسية اللي اتبعتوها. شكرا. شكرا دكتور. حقيقة وجه نظري في أن هو بداية الأمر يعني المبتكر كمبتكر تجي من التربية في البيت، التربية في المدرسة، التربية في اللي حواليك، إن الكل يفكر بطريقة مختلفة أو ينظر للأشياء بطريقة مختلفة وليس بشكل تقليدي. اللحظة اللي تفكر فيها بشكل مختلف هذه هي اللحظة اللي أنت راح تكون فيها مبتكر يوم من الأيام. ما يمنع أن الطفل أو حتى عن الكبار أن تكون عندك فكرة وما تنجح. عدم نجاحها هي فكرة بحد ذاتها، لأنك أنت وفرت عليه، وفرت على الدكتور، وفرت على الدكتور أو فلان، مهمة أنه يروح في هالمجال ويفشل مرة ثانية. فهذا بحد ذاته هو ابتكار. نحن متى ما أسسنا المفهوم هذا عندنا وعند أبنائنا الطلبة والطالبات في المدارس والجامعة، أنا أتصور يعني الابتكار ما راح يكون له حدود والسقف ما راح يكون له حدود. قضية
نوبل برايز، انا اتذكر برجع لان قضيه ابتكار اللي حاصله الان حتى انا اشوفها في البيت، اشوفها في الجامعه، واشوفها لما ازور مدارس الاطفال. حتى ادعوكم حقيقه اللي ما زار بالعلوم يفكر، ما عندي دعوه طبعا مش دافعين لهم فيها، لكن حقيقه انا احب اروح التجمع هذا، تجمع مختلف جدا حقيقه، تشوفون في مستقبل الامارات والخليج، لان الان بدوا يدعوا افكار من دول الخليج، انتقال نوعي غير طبيعي في قضيه الابتكار وقضيه التوجه للابتكار. ف انا نسيت النقطه اللي كنت ابغى اقولها. نوبل يس. حقيقه لما احنا تخرجنا في 94 يعني بالثانويه اقصد، يعني كانت محدوده، وين بتروح؟ بتروح بترول، بتروح طب، انتهى. حتى لما كنا نقول يعني اذكر كنت اقول الوالده او كذا انا، وكان فعلا حقيقه كنت اقول لهم طيار، لكن طبعا ما اعطوا لرقيب تارس، قالوا طيار وانتهى. الوالده او كذا انا، وكان فعلا حقيقه كنت اقول لهم طيار، لكن طبعا ما اعطوا لرقيب تارس، قالوا طيار وانتهى، كنت ابغى ادرس. فهذا اللي خلاني اتوجه للتدريس. فالآن عندك حتى ممكن تكون الآن يقول بابا أنا بروح المريخ، يعني في 94 تقول له يا بابا على حدودك، يقول أنا بكون مهندس نووي. في 94 تقول له بابا على حدودك، يعني الطموح تغير. لما كنت في هارفرد أول ما رحت هارفرد، بعدها يمكن أربع أيام أو خمسة أيام، شوفي فرق التغيير. هذا كان في 2006. فاللي العلاقة اللي كانت بيني اللي خلتني أروح الهارفرد، شفته يعني باي سدن كنا نمشي في الكوريدور وشفته، وفلان فلان السؤال اللي سألني يا how far you are away from Nobel Prize، يا ما هو اللي حتمنا محترين نقول صباح الخير. فهذا اللي حصل الآن في دولة الإمارات، ما في. فنحط في بالنا النقطة هذه، إن شاء الله الابتكار راح يجي by default أتوقع. يعني هذا وجهة. وأنا عندي سؤال بعد، الابتكار شو شغلتين، البيئة الابتكارية والشخص المبتكر، فلازم تجمعون الاثنين عشان يطلع الابتكار ولا ممكن مهندس ريم شو رأيك فيه؟ ما أعتقد، هو على الشخص أولاً وعلى البيئة ثانياً، لأن أنت لا يمكن أن أنت يعني في مثل يقول يعني لما ما راح يطلع، يعني لو البذرة شيء خلص، بس it needs environment عشان تصقل الشيء وتبرزه. في مبتكرية تناحوا بسبب ال environment، لكن ها العكس غير صحيح. يعني عمره ما كان ال environment اللي يشجع على الابتكار، ما نعيد في المبتكر في البداية كله يرجع الشخص. بس شكرا جزيلا المتحدثين الكرام، البروفيسور علي، دكتور عارف، دكتور ريم، ونشكر بعد الدكتور صقر المعلى اللي دارك الحوار واسلوبه المتميز، ونشكر الضيوف الكرام، ان شاء الله نلقاكم في الجلسات القادمه. شكرا. Thank you.